السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي القناة. من الآخر الخلاصة، متابعينا الكرام، موعد مباراة إنجلترا أمام الدنمارك في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 لتوقيت كل الدول والقنوات الناقلة والمعلقين. متابعينا الكرام، موعد المباراة بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم 14/10 أو 14 أكتوبر 2020، يعني بكرة المباراة تكون بين انجلترا والدنمارك، والمباراة ميعادها الساعة 8:45 دقيقة، يعني 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. ميعادها الساعة 9:45 دقيقة، يعني 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. والساعة 10:45 دقيقة، يعني 11:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. والساعة 7:45 دقيقة، يعني 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والساعة 6:45 دقيقة، يعني 7:15 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعينا الكرام، المباراة في الجولة الرابعة طبعا من دوري الأمم الأوروبية والمجموعة A2. القناة الناقلة هي قناة بي ان سبورتس اتش دي 2، ومعلق المباراة علي محمد علي، كذلك قناة كانال 5 الدنماركية، اي تي في، سكاي سبورتس، مين ايفنت الإنجليزية، تي في 2 سبورت 1 اتش دي، سبورت تي في 2 البرتغالية، سوبر سبورت اتش دي 5 الب، سي مور فوتبول، بولسات سبورت بريميوم، بي بي في 3 اتش دي. متابعينا الكرام، انجلترا قبل ما تلعب المباراه فهي لعبت 3 مباريات وفي المركز الاول في صداره المجموعه A2 وبرصيد 7 نقاط، اما الدنمارك فهي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه. اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.